بينما ولا اليمنيون في بقاع الأرض تجد الوطن حاضرا فيهم ومعهم في حلهم وترحالهم. هنا في مدينة اسطنبول أقام الاتحاد العام للطلاب بتركيا فرع اسطنبول بالشراكة مع اللجنة الثقافية في الجالية احتفالا بمناسبة 30 من نوفمبر ذكرى جلاء المستعمر البريطاني من جنوب البلاد، وأرادوا أيضا من خلال الحفل إبراز الفن والتراث اليمني. طبعا فكرة الحفل هي عبارة عن الذكرى 30 من نوفمبر، تمام، ولكن تخلل هذه الذكرى تعريف عن التراث والفن اليمني وأهميته في صناعة الهوية اليمنية ودور الطلاب في الحفاظ على الهوية اليمنية. إحياءنا الفعاليات زي هذه سواء تراثية وطنية اجتماعية يمنحنا كثير من العزيمة والقوة، يرجعنا فعلا للتاريخ القديم ويعرفنا من إحنا، من كينونتنا، من هويتنا اللي مع الأسف بدأت تطمث مع الأوضاع اللي حاصلة. استطاع التراث اليمني أن يصنع العديد من القيم الروحية. الحاضرون في الفعالية عبروا عن رفضهم لما أسموه الاستعمار الخفي الذي يمارس داخل البلد من بعض الدول التي تتبنى مشاريع استعمارية توسعية، مؤكدين أن التاريخ لن يعود إلى الوراء وأن الماضي لن يتكرر. وهذه نعتبرها رؤية متكاملة. والله يمثل لنا هذا اليوم هو يوم التحرر من الاستعمار، التحرر من الاستبداد، يعني بناء الحلم اليمني بذواتنا، بأيادينا، بقلوبنا. ونحن الآن نمر من استعمار ظاهر إلى استعمار خفي، ولذلك يجب أن نحرر أنفسنا أولا من هذا الاستعمار ونحرر أوطاننا وإن شاء الله نعود إلى البلاد متحررة. هذه التدخلات في اليمن سببها الرئيسي، التدخلات من الخارج سببها الرئيسي هو التمرد. إذا انتهى التمرد وعادت الشرعية ستنتهي هذه التدخلات وسيكون الشعب اليمني كله مع حكومته الشرعية واستكمال المرحلة التي ارتضاها والحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات التي حققها طيلة الثورات السابقة. رسائل كثيرة تجلت من خلال الفعالية لعل أبرزها التأكيد على الالتفاف حول الشرعية والمشروع الوطني، وأنهم على قناعة بأن ما يحدث اليوم هو مخاض لولادة يمن جديد تسوده العدالة والاستقرار. أمسية فنية تراثية يقيمها اتحاد طلاب اليمن في تركيا هنا فرع اسطنبول. يقول منظمو هذا الحفل أن هذه الفعالية جاءت تزامنا مع احتفالات شعبنا بذكرى 30 نوفمبر عيد الجلاء، ويقولون أيضا أنه جاء حرصا منهم لإبراز التراث اليمني في الخارج وتذكير ولو بجزء بسيط من أجواء اليمن للمقيمين في هذا البلد. شادي نجيب، قناة بلقيس، من مدينة اسطنبول التركية.